مساء الخير على الجميع، وأرحب بالسادة الحضور اللي هيحضروا الحلقة دلوقتي أو هيحضروها في وقت لاحق، وكمان حابب أرحب بالسادة الحضور اللي هيكونوا متفاعلين معانا في الدردشة أو يشاهدونا في صمت. الجميع مرحب بيه وعلى رأسي. وطبعا حابب أرحب بصديقتنا العزيزة ياسمين الجزائرية، إزيك يا أسو، عاملة إيه؟ وكل الأصدقاء اللي هيحضروا بعد كده، يعني جميعهم مرحب بيهم. ومن فضلكم يعني خلونا نرحب بضيفنا الجميل والمعتاد الأستاذ سامعي. ازيك يا سامح، بيه عامل ايه؟ اهلا بيك اهلا بيك. معلش الاسم نازل، الاسم ابني دخلت على الرابط بتاعه على الكمبيوتر بتاعه، معذرة يعني. يا لا مش مشكلة، عادي مش مشكلة عادي. طيب انا كمان برحب بلميس، ومن فضلك يا لميس لو انت مستمرة معنا شوية وبيتولي الترحيب بالأصدقاء شوية، وياسمين لو موجودة كذلك يعني. طيب ايه موضوعنا النهاردة يا أصدقاء؟ موضوعنا زي ما شفتوا العنوان كده بالظبط، هو طوفان الأقصى والسيوف الحديدية والمؤامرة على مصر. بمناسبة العنوان دوت أو اسم العمليتين، يعني بعيدا إن أنا الأسامي براقة شوية، بس هو في سيوف حديدية وسيوف بلاستيكية مثلا سامح بيه؟ هي مسميات ما كل واحد في تهور شوية أو استعجال، صح ولا إيه؟ يعني صحيح. هي كل السيوف حديدية، فالاسم الاسم نفسه فيه تهور، فيه ان الناس تعبانه. هم كانوا طيب قلقانين يعني، هم يعني بيشتغلوا بسرعة، هم في هنقول في التوتر. الحلقه، اتفضل. طبعا طبعا وكل الاطراف في حاله التوتر. منور يا علاء بيه، وارجوك يعني تتولى برضو يا صديقي لو سمحت الترحيب بالناس. انا بص يا سامح بيه، احنا عاوزين يعني ناخد الفكره كده واحده واحده، ايه الافكار اللي عند حضرتك في المساله دي، ايه وجهات النظر فيها، وعاوزك تشوف. مش انا ما اعرفش انت عاوز تبدا من انهي نقطه، بس انا بقول لحضرتك زي ما انت عاوز، يعني ابدا من الحته اللي انت حابب تبدا منها. ممكن تدينا فكره مبدئيه، انت عاوز تبدا منين اصلا القصه دي؟ يعني بشكل عام، انا عشان بس يعني اهم حاجه نتقبل راي والراي الاخر. احنا بنتكلم في قضيه سياسيه، قضيه سياسيه تحتمل كثير من الاراء وتبادل وجهات النظر، مع العلم ان المفروض ان اللي هو مش محل وجهات نظر هو هو الادانه لاي عمليات ضد المدنيين، سواء من الجانب الفلسطيني او من الجانب الاسرائيلي. المدنيين اعتقد ان هو لا يجب الاختلاف على حقوقهم، سواء ما ينفعش يبقى احنا مع المدنيين الاسرائيليين وضد المدنيين الفلسطينيين او العكس. فاحنا المفروض مبدئيا ان المدنيين لهم يعني هم مش داخل المعركه، والمفروض لا يتم عمل جرائم ضدهم. هل هذا الجانب ارتكب جرائم؟ جانب حماس اعتقد ان في جزء من الجرائم ارتكبت، ولكن اعتقد ايضا يعني دي بقى قضى على الخلاف وجهات النظر، أن الجانب الإسرائيلي بيرتكب جرائم ضد المدنيين أكثر. احنا بنتكلم دلوقتي عن تهجير جنوب غزة، أرسلوا منشورات الآن، احنا بنتكلم عن تهجير مليون شخص إلى الجنوب. طب بعدين ما يروحوا الجنوب؟ طب ما الجنوب مكدس، احنا بنتكلم عن أكثر الأماكن مكدسة في العالم. دي أول نقطة. النقطة الثانية، بأكد إن أنا ضد أيديولوجية حماس. في فرق إن أنا أكون ضد أيديولوجية حماس ومع قضية المقاومة ضد الاحتلال، أيا كان هذا الاحتلال بقى. احتلال فرنسي لافريقيا، احتلال مش عارف برتغالي زمان برضو الجزء من افريقيا، اي احنا ضد اي انواع الاحتلال. او حتى الاوروبيين لما راحوا جنوب افريقيا، فالاحتلال اللي اعتقد ان هو لابد ان هو يكون مرفوض، وان هو يكون في حقوق حدود يعني في حق المقاومه قائم، واي احتلال لابد ان هو في النهايه سيزول. ده يعني من النقط نحطها على الحروف. انها بقى الحاجات البينيه اللي اختلف عليها ونتفاوض عندها، مين اللي مستفيد، مين المتضرر، نشوف الموضوع فين، ده كلام ايه؟ نتكلم عن التاريخ، نتكلم عن الدين، دي امور كثيره جدا ممكن نشتبك فيها ونناقشها. تمام. طيب انت عاوز تبدا من اي نقطه، سواء النقطه التاريخيه اولا، ام عايز تخش في الاحداث، ولا عاوز توصل، عايز تبدا من لا نبدا بنقطه تاريخيه. يعني تاريخيا، هل اليهود كان لهم وجود في هذه المناطق في فلسطين؟ اعتقد ان هو بشكل شبه اقرب لغلبة الظن، كانوا موجودين. عملوا مدن، اعتقد طبقا للتاريخ عملوا مدن. عملوا حضارة، هذا محل شك كبير. النقطة الثانية، اللي هم لما راحوا فلسطين، سواء بقى بالرواية التوراتية، سواء بالرواية القرآنية، او ايا كانت الكتب المقدسة، هل هم راحوا لمنطقة خالية من السكان، فاضية،
ولا راحوا لمنطقة فيها سكان أصليين وبعد كده هم تواجدوا بجانبهم زي أي مكان في العالم. أنت إحنا بنتكلم عن أي، إحنا مصر مثلا على سبيل المثال، مكان بيجي لها ناس حصل عندهم مشاكل، حصل عندهم مجاعة، حصل عندهم فيضان، كان في الهجرة وحرية التنقل قائمة في العصور السابقة، وكان الناس الجداد بيجوا يشوفوا منطقة فاضية ويقعدوا فيها ويبدأوا يتفاعلوا مع السكان الأصليين. ولكن ده ما يعتبرش احتلال، ناس بتتحرك. يعني احنا عندنا في مصر هتلاقي ناس من أصول جزائرية، ناس من أصول مغربية، يعني كلمة عمر التلمساني دي اللي هي عيلته جاي من تلمسان في الجزائر، ده بشكل عام. طب هنقرا مقالة يعني لباحث موجودة في الجزيرة نت عن التاريخ بتاع فلسطين. طبعا برضو هنزل لكم، هبعت لك اللينك بتاع اكتر من محاضره لخزعل المجيدي بيتكلم عن التاريخ الانساني بناء على علم الاثار، لان لابد ان احنا نفرق بين حاجتين، ان في حاجه اسمها تاريخانيه النص غير غير زمنيه النص بتاع نصر حمده وزيد. زمنيه النص بتاع نصر حمده وزيد بيتكلم ان هو القران نزل في زمن معين، ومع تغير الزمن المفروض يبقى فيه خلاف في التاويلات او اختلاف في التاويلات لتتناسب مع العصر الحديث. دي زمنيه النص، النص قديم او موجود من 1400 سنه وبنتكلم عن نص قراني، ولكن لابد ان هو يعاد تاويله بشكل ايه جديد. انما تاريخانيه النص، وده اللي اشتغل عليه الاوروبيين مش احنا، واولهم اسرائيليين، ان هو فكره يضعوا التاريخ بتاع الكتب المقدسه بالذات العهد القديم والجديد وقصص الانبياء وما شابه ذلك على مظله البحث. ما اصل انت المشكله يعني التواجد يعني من اول نبي ابراهيم ونازل، انت بتتكلم عن 2000 سنه قبل الميلاد، يعني احنا بنتكلم عن حضاره بقى لها 7000 سنه اللي هو الحضاره المكتوبه. الحضاره المكتوبه لها اكثر من 7000 سنه، اقول بالتقريب 7000 سنه. يعني ايه حضاره مكتوبه؟ يعني مدونه. اي نعم احنا ما اكتشفناش المدونات دي الا مع شامبليون بتاع الحمله الفرنسيه لما بدا يفك حجر رشيد، وبعد كده بداوا يعرفوا اللغه ويترجموها في شكل يعني حاجات تقدر نقراها ونعرف التاريخ اللي حصل فيه، فاصبح في تاريخ مكتوب يسبق الديانه الابراهيميه ب 5000 سنه. فبالتاكيد الاحداث الكبيره مسجله. فتضخيم الديانه الابراهيميه ووجودهم في الساحه لابد ان يعرض على المخطوطات وعلى علم الاثار. فتبقى لكلام خزعل المجيدي هبعت لكم الفيديو بتاعه، ان هو بيتكلم حتى يعني الانسان العاقل طبقا لبعض التقديرات بنتكلموا 35 ألف سنة أو 40 ألف سنة. إنما الإنسان مستقيم القامة ده لسه من فترة كده، من كام شهر كانوا مطلعين يعني جمجمة وكشفوا عليها لقوها تخطت آخر حاجة اللي هي كانت مش عارف 6 مليون سنة بقت 7 مليون سنة، اللي هو إنسان مستقيم الإيه؟ القامة. ولكن كان يعني أقل درجة من الإنسان العاقل. ليه؟ لأن كان لسه ما فيش لغة. يعني بداية الإنسان العاقل بداية وجود لغة وتفاهم ما بين البشر، ونقدر نتكلم بعض وبعد كده نقدر نرسم ونكتب ونسجل حاجات. فهو بيتكلم ان هو مش عارف بنسميه العصر البرونزي او عصر، يعني بنتكلم عن انسان من مليون سنه، ان الحفريات والاثار اكتشفوا ان كان في حياه في هذه المنطقه من قبل الانسان العاقل، من قبل الانسان العاقل اللي هو انسان ترونداد، وفي حاجات حجريه. ده علم الاثار. علم الاثار ده بيعملوه بالكربون الاسود، وتبقى لكلام العلماء ان هو نسبه الخطا 50 سنه، 50 سنه في اليوم ده رقم تافه جدا، يعني لو بنتكلم عن حاجه بقى لها مليون سنه. ده سيبك من اللي هو الايه الانسان الترندال او اللي هو من مليون سنه، انما لما نبدا بالانسان العاقل، برضه سيبك من الانسان العاقل بدايه التدوين او الكتابه او ان احنا نعرف نقرا معلومات. فاحنا بنتكلم عن على الاقل في هذه المنطقه، اذا كان مصر ده من 7000 سنه او حتى الحضاره الافريقيه بتاعت العراق من مثل هذا الرقم، يعني مختلفين مين الاول بالظبط. إنما بنتكلم عن حياة مسجلة ومكتوبة ومدونة ومعلومات ترجع ل 3000 سنة طبقا للمقالة. بيقولوا اللي عنده رأي تاني مختلف يقول، فبيتكلم على سبيل المثال يعني المقالة جاية من الجزيرة، ممكن أبقى أعمل لكم اللينك بتاعها. قال لك سكن العرب الكنعانيون أرض فلسطين منذ عصور ما قبل التاريخ، أي عصر ما قبل القراءة والكتابة، وقد استقروا وبدأوا استصلاح الأرض والزراعة وبناء البيوت وهو ما لم يكن دارجا. وصل التطور الحياة في فلسطين الى مرحله الدوليات، انا بختصر شويه في المقاله، في بدايه العصر البرونزي اللي هو ايه بقى 3200 قبل الميلاد لغايه 2000، ده لسه الديانه الابراهيميه ما ظهرتش. في عرب كنعانيون كانوا موجودين في هذا المكان، وكمان بداوا يعملوا دويلات الاول من 3200 ل 2000 قبل الميلاد، يعني 1200 سنه. وهي وجود تكتل سكاني وبيوت ومزارع واستقرار، ثم تطور الكنعانيون بعد ذلك مرحله التمدن
حيث أسس الفلسطينيون اللي هم أهل هذا المكان أول مدينة في تاريخ الإنسانية، وهي مدينة أريحة وسميت حضارة جريكو. يعني نتكلم قبل الديانة الإبراهيمية بألف سنة، كان مش مجرد دويلات أو قبائل أو رعاة غنم، لا وصلنا لمرحلة إن في حضارة، في دولة، في بناء. وعلى فكرة العلم اللي بيسموه الهرمنوطيقا أو علم يعني تاريخية النص، وده بقى ليه علماء كثر في القرن الأخير يعني، أو في القرن العشرين وامتد في 21، يقال إن هم يعني شرحوا فلسطين دي يعني مربعات كده، وحفروا طبقا لعلم الآثار طبقات الأرض عشان يعرفوا هل في موضوع مثلا سليمان ده كان موجود ولا إيه بالظبط، ولا هيكل سليمان بيقولوا عليه ده. يعني ثبت بكل علوم الآثار إن هذه المنطقة منذ 3000، ما احنا من كلام الديانة الإبراهيمية بدأت تظهر إيه؟ يعني 1500 قبل الميلاد، يعني من 3000 سنة ونص، إن بيقولوا إن هذا المكان في ظل هذا العصر لم تكن فيه حضارة نهائيًا بالمعنى المذكور سواء في الرواية القرآنية أو الرواية التوراتية، إن كان فيه حاجة ضخمة جدًا اسمها ملك سليمان، وإن كان عبارة عن بيوت بالطين ومكان بدائي يعني أقرب إلى المدن البسيطة أو القرى الصغيرة، لم تكن هناك حضارة كبيرة. بيقول هنا الكلام يعني لغايه 2000 قبل الميلاد، وجود تكتل سكاني وبيوت ومزارع، حيث اسس الفلسطينيون اول مدينه في تاريخ الانسانيه، وهي مدينه اريحه. نص التوراه بيقول ان هم اقتحموا اريحه ودبحوا اهلها وحاجات زي كده. برضه بيروح حفلات ما بتقولش الكلام ده، كما ذكرت واثبتت ذلك الحفلات الاثريه. يعني في اثار، في علم، علم مش بتاعنا كمان، علم بتاع الغرب نفسه. واثبتت ذلك الحفريات، اصدارت الحياه التجاريه والصناعيه، وتم سكب البرونز والمعادن. احنا بنتكلم عن تطور، وبنتكلم عن بقى استخراج معادن من الارض، وكمان في عملات وكلام من ده. هو في عملات دي معنى كده دي اثار، هنبدا نلاقي معدن برونزي او حديدي وهنبدا نحلله ونعرف في كام سنه قبل خالص الديانات الابراهيميه او اليهود. وظهور المعتقدات الدينيه والزخارف الفنيه على الادوات، ومرحله المدينه كانت ارقى ما وصل له البشر في التطور في تلك الفتره. استمر الوجود الفلسطيني بالتمدد والانتشار وبناء مراكز وتجمعات أخرى على الساحل الفلسطيني، وعلى مدار تلك العصور كانت فلسطين محط أطماع المحتلين، فكانت تتعرض للاحتلال بين الفئة والأخرى، لأنها ممر ما بين الحضارة الشرقية، حضارة الجنوب بتاعتنا مصر يعني، وحضارة الشمال اللي هي الحضارة العراقية، وده كان المدخل دايما الشرق لمصر، وكان دايما أي محتل حتى عايز يحتل مصر لازم يأمن هذه المنطقة بإيه؟ بحاميات أو ما شابه ذلك يعني. يمتد لقرون، لكن في ظل وجود فلسطين مستمر. ما هو خلي بالك المحتل بيجي، ممكن يفرض ضرائب، ممكن ياخد حاجات من اهل البلد، انما سيظل اهل البلد موجودين. ما انت عشان تاخد ضرائب هتسيبهم يزرعوا، هتسيبهم يرعوا الغنم، انت بتيجي بس تامن هذا المكان، تحكمه، تحكمه بحيث يبقى تابع لك، وهو مش مطمع قوي لان هو مش مكان حضاري زي مصر او في نهر زي مصر. طبعا في نهر الاردن، بس ده طبعا في الاقصى الشرق يعني، يعتبر تبع الاردن او تبع الشام اكثر منه تبع فلسطين، او فلسطين نفسها يعني قايمه على الابار ومياه ابار وحاجات زي كده. قال لك بقى ايه، سكن الفلسطين الرومان والفرس، كل ما تيجي حضاره تهاجم الدوله المصريه كانت تعدي على فلسطين او تاخدها في السكه كده. يعني سكن فلسطين الرومان وبعد كده الفرس، ووصل الاسكندر الاكبر حدود غزه واحتلها الصليبيون وغيرهم. فلنقول ان فلسطين الرومانيه مثلا، او هي تتبع بلاد فارس، كل دي حق. وحتى لو اعتبرنا يعني، وانا مع هذا الراي، ان كان في احتلال عربي اللي هو العربي الاسلامي لهذه المنطقه، ماشي، انما في اهل بلد موجودين، بيجي العرب بقى يبقوا موجودين ويجي معاهم بشر وكلام من ده، انما بيظل اهل البلد موجودين، يحصل تزاوج، يحصل اختلاط. اي حضاره بتيجي على فكره، ما هو بيجي مع الجنود ناس مدنيين بيخدموا على الجيش، يعني اللي هم الدعم اللوجستي ده، فالدعم اللوجستي ده زي شعب زي العرب اللي موجودين في مصر. هل مصر كلها عرب؟ لا، مش كلها عرب، في اهل البلد الاصليين اللي جنودهم تعود للمصريين القدامى، وفي العرب اللي هم موجودين واللي هم ليهم قبائل معروفه، هوارة وما اعرفش ايه، واولاد علي وكلام من ده، وموجودين داخل طبعا المدن المصريه، وبيحصل تزاوج وبيحصل اختلاط، انما بيظل اهل البلد الاصليين موجودين. إن ما هو انت عايز تاخد ضرائب، لما جه عمرو بن العاص لو هو عمل يعني اباده لهذا الشعب، طب مين هيزرع؟ هم بتوع الناس بتوع حرب وبتاع وعايز يكمل على افريقيا، انما المكان ده هيدفع ضرائب. طيب هيدفع ضرائب، لازم تخلي الناس الاصليين موجودين يزرعوا، وهكذا يجي الفرس، يجي الرومان، يجي كذا، ويجوا معاهم ناس دعم لوجستي ويستقروا، واحفاد احفادهم يبقوا موجودين كجزء بقى من الشعب بعد كده لاحقا، من اي كيان محتل، الفرس او الرومان او حتى العرب، انما بيفضل اهل البلد الاصليين هم الاغلبيه في الاقصى العام. قال لك ايه، واحتل الصليبيون وغيرهم، فلنقول ان فلسطين الرومانيه مثلا
او هي تتبع بلاد فارس بالتاكيد لا، لان السكان الاصليين ما زالوا موجودين، وكل هذه الاعراق كانت عابره لا يمكن نسبتهم للارض. بيتكلموا بقى عن الروايه التوراتيه اللي هي تحدثت عن معركه قاد فيها يوشع بن نون اليهود واقتحامهم لاريحا التي كان يسكنها الكنعانيون في ذلك الوقت، فقاموا بتدميرها واحراقها طبقا النص ايه العهد القديم يعني، فقاموا تدميرها واحراقها. وعلى الرغم من ان الروايه نفسها تؤكد وجود سكان سبقوهم، يعني حتى الروايه اليهوديه انتوا جيتوا لقيتوا مدينه ودخلتوا حرقتوها وقتلتوا ناسها وكلام من ده طبقا للروايه التوراتيه، يعني معنى كده ان كان في سكان، انتوا جيتوا كيهود وفي سكان موجودين في هذا المكان. وتتحدث عن ملك يدير مملكه كنعان، الى ان ابحاث البريطانيه كاترين كينون واحده من الباحثين البريطانيين ذكرت انه لا يوجد اثر لحرق حدث في اريحا في الفتره التي تذكرها التوراه. يعني حتى بتقول الروايه دي اللي هي موجوده في التوراه اللي هم دخلوا وحرقوا المدينه وقتلوا ناسها مش موجوده في الحقيقه طبقا لعلم الاثار. وطبعا بيتكلم بعد كده بقى ان هم جم بعد 2000 سنه بقى، بعد 3000 سنه اللي هو 1839، زار موسى لما زار وقابل محمد علي في هذا العهد، كان محمد علي موجود وكان طلب منه يعملوا دوله في هذا المكان. فمحمد علي عمل احصائيه لقى ان عدد اليهود في هذا المكان 2% في عهد محمد علي 1839. فلانه لو اتعمل دوله دينيه، محمد علي كان برضه محنك سياسيا، هيحصل ايه؟ ده البكر المنطقه مش هتستقر، لان 2% ما ينفعش يتقام عليهم ايه؟ يتقام عليهم دوله. قال لك بقى سنه 1400 قال لك ان ال 2% دول جم منين؟ اللي هم اليهود اللي كانوا موجودين، ان هم اليهود اتشتتوا وكان في بقى السبي البابلي، وهنقوله موضوع اليهود بعد كده. ان هم ايه؟ جم مع الاندلس، ان الاندلس لما حصل 1494 حصل طرد للمسلمين، هم على فكره ما طردوش المسلمين بس، طردوا المسلمين واليهود، لان هم جم كحرب دينيه مسيحيه، فمش عايز المسلمين شايفينهم انهم محتلين، وان اليهود دول كانوا جايين مع المسلمين. فلما انطردوا انطردوا الاثنين، اليهود والمسلمين، فجزء منهم راح عاش في فلسطين. وطبعا هيكل الايمان المزعوم قال لك ملوش اي مكان، علم الاثار الحقيقي نفى وجود اي اثار ترجع الى بني اسرائيل. رغم الحفريات، وما زالوا هم من زمان على فكره بيحفروا تحت المسجد الاقصى، ملوش حاجه خالص تثبت ان كان في حضاره في هذا المكان. هنيجي بقى لبنو اسرائيل ونيجي للديانه اليهوديه شويه نشوف ايه حكايتها. دي لحظه كده. انا برحب بك يا ستيوارد ورمسيس ونعيمه ومرضوخ وزهير وطبعا لميس بقى والناس اللي موجوده من الاول، انا رحبت بيكم فالجميع مرحب بيه، واستاذنكم يعني ايه لميس والجماعه كده هم المسؤولين عن مساله الترحيب. طيب انت حتى اللحظه يعني انت خدت التاريخ من البدايه انه في شعوب كانت موجوده بقى بصرف النظر هم بقى الفلسطينيين هم دول اصلا او كانوا شعوب تانية، المهم اللي كان في شعوب موجوده وانت ماشي بالوقت كنا لسه ما وصلناش لبني اسرائيل، مظبوط كده؟ احنا هنتكلم بقى عن الروايه الابراهيميه وبدايتهم امتى، لان هو حتى يعني تمام اسرائيل منسوبه للنبي يعقوب. النبي يعقوب يعني لو ناخد السلاله طبعا السلاله الابراهيميه اللي هي بتاعت الديانه الابراهيميه نفسها، فهنلاقي مثلا على سبيل المثال فين؟ لحظه اديني لحظه. ايوه هنلاقي ان ايه ان سيدنا ابراهيم طبعا خلف هاجر وساره، وطبعا هاجر دي وداها للجزيره العربيه اللي هي خليفه اسماعيل بعد كده، ويقال ان النبي محمد منسوب لسلاله اسماعيل. انما طبعا ساره خلفت له اسحاق، واسحاق بقى ده هو اللي خلف يعقوب، ويعقوب ده لو نرجع للقصه القرانيه يعقوب ده هو اسرائيل، كلمه يعقوب دي منسوبه لايه؟ منسوبه لاسرائيل. اللي هو زي ما قلنا كان عايش في سينا طبقا للرواية القرآنية، وسيدنا يوسف بقى اللي هو راح لعزيز مصر، والقصة المعروفة في النص القرآني، وإن هو بعد كده جابهم لمصر اللي هم مين؟ ولاد يعقوب. ولاد إيه؟ يعقوب اللي هم ال 11 دول وكلام من ده، اللي هم أصبحوا بعد كده قبيلة اسمها بني إسرائيل وتضخمت مع الوقت، ويقال إن هم دول إن سيدنا موسى بقى خدهم وراح رايح بيهم لسينا وقعدوا في التيه. ده بنتكلم عن الرواية ده المقدسة، ما نرجعش للتاريخ. فالكلام ده كان إمتى؟ بنتكلم عن 1500 قبل الميلاد، اللي هم التانيين بنين حضاره من 3200 قبل الايه؟ قبل الميلاد. بس نرجع برضه للتاريخ بالظبط بتاع الايه؟ بتاع الحقبه دي. عايز ارجع لها مقاله مش عارف راحت فين.
طيب مش عارف راحت فين، كنت مخزنها. ايوه استنى، لحظه، نيجي بقى حقيقه اليهود. اصل اليهود يستند اليهود الى التوراه في ادلتهم حول حقيقتهم في فلسطين، والحقيقه ان التوراه نفسها تحمل ادله تثبت الروايه الفلسطينيه. فروايات التوراه تقول ان اصل اليهود ووجودهم هو سيدنا ابراهيم عليه السلام. وقد جاء سيدنا ابراهيم عليه السلام في بدايه الالف الثانيه قبل الميلاد، اللي احنا بنتكلم عليها 2000 قبل الايه؟ الميلاد، هاربا من العراق، وجاء مع مجموعه قليله جدا، اي انه لم يكن بهدف تكوين مجتمع او دوله. وطبعا مش هنقول قصه بقى التوراتيه ان هو عطى مراته هاجر للملك وحاجات من هذا القبيل. المهم احنا بنتكلم عن واحد هربان من العراق ومعاه شويه ناس كده معاه، وراحوا قعدوا كايه جوه امبراطوريه كبيره في مصر. يعني انه لم يكن بهدف تكوين مجتمع او دوله، بل جاء فارا طالبا الحمايه، ولم ياتي بغيه الاستقرار في فلسطين. وهو ما حدث فعلا عندما هاجر احفاده ابناء يعقوب عليه السلام من فلسطين الى مصر واستقروا فيها، الروايه اليهوديه. وقد كانوا لا يزيدون عن 70 شخصا في احسن الروايه، اللي هم اولاد يعقوب واحفاده. وهذه القصه معروفه في القران والتوراه. دخلوا فلسطين امتى بقى؟ حسب روايه التوراه فان بني اسرائيل جاءوا مع سيدنا موسى الى فلسطين هاربين من فرعون مصر، وقد دخلوا في الدقيقة 40 سنة، ده الرواية التوراتية لسه الآية لغاية دلوقتي. ما بين كام الكلام ده بقى؟ 1500 ل 1460 قبل الميلاد، خلي بالكم في قبل الميلاد السنين بتنزل مش بتزيد، مش بتزيد، إن إحنا بالسال. ف 1500 لغاية 1460 الرواية التوراتية بتقول إنهم قعدوا 40 سنة، إحنا بنتكلم عن حضارة موجودة قبل كده بقى 1500 سنة. بس على حسب الرواية التوراتية برضو إن هم كانوا موجودين هم والكنعانيين، وبعدين دخلوا مصر ولا إيه؟ اللي هم بني إسرائيل. تاني الديانه الابراهيميه نفسها 2000 قبل الميلاد. ما تمام مفهوم. الكنعانيين موجودين امتى؟ من 3200 قبل الميلاد، قبل كده 1200 سنه. مفهوم طبعا مفهوم. سيدنا ابراهيم لسه مش دوله، ده انت بتتكلم عن شويه ناس جايين في داخل الحمايه الايه؟ المصريه. وبعدين بقى يعقوب عياله لما بقى حصل مجاعه في فلسطين راحوا رايحين لايه؟ لمصر، كانوا 70 واحد. وقعدوا يتضخموا مع الوقت لغايه ما جه سيدنا موسى، هنكمل الروايه. وان هو بقى راح بيهم للتيه 40 سنه، من كام؟ من 1500 ل 1460. يعني الفترة دي من 1000 مثلا و800 قبل الميلاد ل 1500 اللي هو منذ بقى يعقوب وعياله لغاية 1300 سنة، دول قول تضخموا شوية بقوا عدة آلاف أو عشرات الآلاف أيا كان، اللي هم كانوا برضه اللي هو يعني قلة اللي هو أبناء إبراهيم اللي هو يعقوب وأبنائه اللي هم المجموعة الصغيرة دي هي اللي مفهوم اللي كانت 70 1800 مثلا قبل الميلاد، راحوا قعدوا في مصر على ما جه 1500 سيدنا موسى 300 سنة دول، قول بقوا كانوا عشرات الآلاف يخلفوا بقى ويتزوجوا، بس ايه؟ كانت قبيله منعزله جوه امبراطوريه كبيره اللي هي مصر. يعني خلي بالكم. وكانوا شغالين اعمال بسيطه، انت فاكر كانوا مضطهدين لان هم ناس يعني دخلاء على المكان، دخلاء على المكان مش من اهل مصر، بيشتغلوا اي اشغال ايه؟ بسيطه. طبقا للروايه التوراتيه راح بيهم قعد في 40 سنه، قال لك عهد القضاء والملوك، امتى بقى عملوا دوله في فلسطين؟ امتد عهد القضاء لقرن ونصف، كانوا بيسموا الحاكم القاضي. يعني حاجات صغيرة أشبه بالحكم القبلي بعد ما سيدنا موسى مات يعني كده. قعدوا قد إيه؟ قرن ونص. حكم خلاله 12 قاضيا حاكما يعني للقبيلة دي، ثم حكمهم طالوت اللي هو برضه موجود في الرواية التوراتية. وبعدها جاء عهد الملوك وكان منهم داوود. إمتى بقى داوود؟ 1004 ل 962 قبل الميلاد. يعني كان 1000 سنة قبل الميلاد اللي بدأ يبقى فيه حاجة اسمها إيه؟ دولة صغيرة اللي هو داوود. وبعد وفاته حكم سيدنا سليمان، حكم له برضه 40 سنه لغايه 923 قبل الميلاد، الذي بني في عهده الهيكل، ده طبقا للروايه التوراتيه. وبعد وفاته قسمت المملكه الى قسمين، مملكه يهوذا لما يعني كان داوود قوي شويه، الدوله قويت في عهده وفي عهد سليمان شويه، بس مش بالحضاره اللي هو بيقولوا عليها وهيكل وكلام الفارغ ده، لا يعني ايه؟ دوله صغيره. بعد ما مات سليمان اتقسمت لبقى ايه؟ لاورشليم، لا ليهوذا والسامره. يهوذا عاصمتها اورشليم، ومملكه اسرائيل عاصمتها السامره. ايه اللي حصل بقى للمدينتين الصغيرين دول اللي عملوهم اليهود اللي هو ايه؟ 900 قبل الميلاد في عهد داوود وسليمان. قام الاشوريون بتدمير مملكه السامره عام 722 قبل الميلاد. يعني عدوا لهم 200 سنه ولا حاجه برضه لغايه ما ايه؟ ما جه الاشوريون وسبى اليهود للعراق. ومملكه يهوذا دمرها الاحتلال البابلي. يبقى واحده دمرها الاشوريين والثانيه دمرها الاحتلال البابلي، الدوله الكلدانيه بقياده الملك بختنصر الذي سبى اليهود الى بابل عام 586 قبل الميلاد. يعني عملوا مدينتين صغيرين، واحده الاشوريين دمروها وسابوهم، والثانيه الكلدانيين او مختنصر دمرهم وخدهم. في عام 539 تمكن الملك الفارسي قادش من دخول بابل،
وتدمير مملكة بابل بمساعدة مين؟ اليهود. لما دخلوا بابل اليهود ساعدوه عشان هم دول كانوا أسرانهم. فسمح اليهود بالعودة إلى فلسطين بشرط معاونته في الحكم، فعاد بعضهم وعاشوا تحت حكم الفرس. يعني لما رجعوا سنة 500 قبل الميلاد راحوا عاشوا كرعايا داخل الدولة الفارسية، بيساعدوه في الحكم، يدبروا الضرائب، حاجات من هذا القبيل. تمكن الإسكندر الأكبر بعدها من دخول فلسطين وهزيمة الفرس، واضطر اليهود للنزول تحت حكمه. وبعد وفاة الإسكندر انقسمت مملكته وحدث صراع في فلسطين، وأجبر اليهود على اعتناق الديانة الوثنية اليونانية، فهاجر معظم اليهود إلى مصر. لما أجبروا على الوثنية هاجروا لإيه؟ لمصر تاني. ثم جاء الرومان سنة 64 قبل الميلاد، وقام اليهود أكثر من مرة بمحاولات التمرد والثورة، لكن الرومان قمعوا هذه الثورات. كان آخرها قيام الإمبراطور هادريان سنة 70 ميلاديا، دخلنا بقى في الميلادي. وهناك روايات تقول 135 ميلاديا بتدمير مدينة أورشليم وهيكلهم وبناء مدينة أخرى على أنقاضها تسمى مدينة إيليا كابوتينيا. خلي بالك ساعة سيدنا عيسى طبقا للروايات اللي هم بيتهموا اليهود هم اللي قتلوه، اللي هم كانوا عايشين فين؟ في مصر يعني، في هذا التوقيت، واللي هم تأمروا عليه وحاجات زي كده، بس كانوا جزء من إمبراطورية رومانية كبيرة يعني. ده بشكل عام الجزء التاريخي سواء الموجود في التوراة أو الموجود في الإيه. طيب دلوقتي إحنا بنتكلم عن مكان كان فيه إنسان تروندال من مليون سنة، وكان فيه حضارات اللي كان عليهم كانوا موجودين وسكنوا هذه المنطقة وبنوا حضارة ومدن، وجه اليهود قعدوا عملوا مدينتين صغيرين. ولما جاء بقى البابليين والاشوريين اثروه وخدوه، وبتفضل المكان ده موجود وفي ناس برضو موجودين. رجعوا 539 قبل الميلاد بقوا رعايا الدوله الفارسيه، وبعد كده رعايا الاسكندر الاكبر. ما اي حد يجي في مكان ما يجي يقعد، انما في يجي ويعملها دوله دينيه ويحتل. النقطه الثانيه انه بقى بعد الحرب العالميه طبعا اللي حصل الاحتلال الانجليزي، وحصل بقى الاحتلال الفرنسي للمغرب العربي، وطبعا ايطاليا دخلت، لو نتكلم بقى القرن الماضي اللي فات، وليبيا. وبعد الحرب العالميه الثانيه وجدوا ان فكره الاحتلال دي فكره بائسه والخساره اكتر من الايه؟ من المكسب. وبداوا يبحثوا عن طرق اخرى للاحتلال اللي هو بيسموه الاحتلال الاقتصادي والاحتلال الناعم، وانهم ياخدوا ثرواتك ويخليك تعيش في حروب، واللي هو احتلال ثقافي واحتلال ايه؟ اقتصادي. ده اللي مارسوا الانجليز بعد الحرب العالميه الثانيه، لانهم اتدمروا ومش عارفين لا يحكموا الهند جنوبا الشرق الاقصى او الادنى، ولا عارفين يحكموا الشرق الاوسط، والدنيا بهوات معاهم بعد الحرب العالميه الثانيه. فعطوا وعود وبداوا يدوا ايه؟ بشكل او باخر بالتتابع كده حريه الحكم الشخصي، اعطوها للهند بس هم وهم بيدوا الهند 48، راحوا اعطيها لباكستان 47 عشان يعملوا انقسام ويحاربوا في هذه المنطقه. وبعد كده اعطوها لايه؟ لمصر. وبعد كده لاحقا في الستينات الاحتلال الفرنسي ذهب عن الجزائر، ولسه موجود في افريقيا مالي والكونغو والحاجات دي لسه شويه فيها ايه؟ نفوذ فرنسي بشكل او باخر، بس مش بنفس الاستعمار الايه؟ الصار. حتى جنوب افريقيا في التسعينات من القرن الماضي لقوا ان فكره الاحتلال بالشكل القديم مش نافعه، وان هم بداوا يدوا حكم ديمقراطي، دوله ديمقراطيه، واصبح الاوروبيين البيض اللي في جنوب افريقيا جزء من مواطنين الدوله اللي اغلبتها سود. ولذلك طلعوا نيلسون مانديلا في الاول كرئيس، وكان النائب بتاعه ابيض من البيض، وبعد كده خلاص بقى بالديمقراطيه وبالانتخابات، وبقت جنوب افريقيا دوله تعتبر محترمه جدا وراقيه جدا دلوقتي صناعيا وكل حاجه. البيض موجودين، ما انت مش الاجيال اللي جت من زمان وليها احفاد وشغالين في العمل المدني صعب تعمل لهم تطهير عرقي تاني او انتقام، ما انت بتعمل بقى حاله سلام وخلاص يبقى مواطنين زينا زي بعض. المفروض النموذج بتاع جنوب افريقيا يتطبق في اسرائيل. يعني انا شخصيا مش مع الدولتين، مع دوله واحده ديمقراطيه ليها حقوق متساويه، ومش دوله دينيه، دوله علمانيه. يبقى الفلسطيني مسيحي زي الفلسطيني اليهودي زي الفلسطيني المسلم، وان الاماكن المقدسه تبقى لها طريقه او باخرى لاداره المقدسات، تكون تحت بقى اشراف اليونسكو او حاجه زي كده. ده وجهه نظر الشخصيه. اللي حصل في جنوب افريقيا يتطبق في اسرائيل، لان برضه من الصعب ان انت واحد جده ال 17 او ال 12 جه سنه 1917. ما هو خلي بالك في ال 100 سنه دول من ساعه ما جم اليهود وعد بلفور في 1917 لغايه ما عملوا دوله في 1948، بنتكلم عن 100 سنه. ال 100 سنه دي تعمل طبقا لخلدون ثلاث اجيال، وطبقا لاي شكل اخر ممكن يبقى اربع اجيال او خمس اجيال على حسب. فانا ممكن يكون جدي السادس جه، انا ذنبي ايه اتوجدت في هذا المكان؟ فمن الصعب تقول له ايه؟ امشي روح، يعني مش منطقي. انما المنطقي خلاص احنا اصبحنا مواطنين على هذا المكان. انت حتى لو قلت له امشي روح، هيروح يروح فين؟ هو ملوش مكان ثاني غير ده. بالظبط. مين هياخد هذا الكلام؟ يعني انت يهودي على عيني وعلى راسي. النقطة الثانية، هل في أماكن مقدسة يهودية؟ أه طبعًا، في حائط المكة وفي مش عارف كذا، ولا لهم أماكن مقدسة. إنما هيكل سليمان ده واحد طبقًا لعلم الآثار.
في اماكن مقدسه للمسيحيين طبعا، كنيسه القيامه وحاجات زي كده، في اماكن مقدسه للمسلمين او يعني لاحقا المسجد الاقصى وقبه الصخره وحاجات زي كده. فخلاص انتهينا، في اماكن مقدسه لكل ناس وكل واحد يمارس طبعا عندنا عشان برضه عارفين المسيحيين اذا كان احنا عندنا حج بنروح للحرم المكي والحرم المدني، هم عندهم حاجه اسمها القداس اللي هو يقدس اللي هو الحج بتاعهم بيروح للمسجد الاقصى. وكان طبعا البابا شنوده كان مانع الحج لان هو شايف ان هو قضيه فلسطين قضيه مصريه، و مش بيروح نوع المسجد من الأقصى، ما بيروح لكنيسة القيامة تقريبا، ولا ايه رأيك؟ يعني مش قصدي مش مسجد الاقصى، اسف، القدس يعني كنيسه القيامه، الحج بتاعه كنيسه بس بيقولوا القيامه. بيروح للإسلام برضه. لا 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 لا، القدس القدس كنيسه القيامه. انما طبعا حاليا بعد الـ في الـ مع البابا الحديث يعني بداوا يسمعوا له بيروحوا يقدسوا في كنيسه القيامه، بعض اصدقائنا المسيحيين بيروحوا يقدسوا في كنيسه القيامه باعداد قليله كل سنه يعني. المهم يعني فانا قصدي دي وجهه نظر الشخصيه الدوله العلمانيه. انما لو بنتكلم بمعايير الامم المتحده اللي هو حل الدولتين اللي هو 70 قرار الامم المتحده ان هم يرجعوا لارض 4 يونيو 67 اللي اتاخد في 5 يونيو يرجع ويبقى في دوله فلسطينيه، ده كلام الامم المتحده. يبقى هم بتعريف الامم المتحده والمجتمع الدولي هم دوله محتله، مش محتله لكل فلسطين اللي هو بيعتبروا يعني العرب او المسلمين، ولكن محتلين للجزء اللي هو بعد 4 يونيو اللي هو بيبقى 5 يونيو اللي هو في دوله فلسطينيه عاصمتها القدس الشرقيه والباقي يبقى دوله اسرائيليه. حصل الكلام ده؟ لا حصل. 70 قرار الامم المتحده ما عملش حاجه، راح اصله وبقى حاليا خرائط ودوها بمنتهى الاستفزاز، ودوا الخرائط خلاص ضموا فلسطين كلها سموها دوله اسرائيل، مش مثلا في دوله فلسطينيه او في مثلا الضفه الغربيه وغزه، لا يعني هم بيعترفوا ان خلاص كده هم سيطروا على المكان كله وده دوله اسرائيل بالمخالفه لايه؟ ل 70 قرار من الامم المتحده. وبعدين لما راح معاهم عرفات في اوسلو عدى عليها كام سنه؟ 30 سنه، 92، عملوا ايه؟ ما عملوش حاجه لغايه دلوقتي. اهو انت شايف غزه الميه في ايد اسرائيل، الكهرباء في ايد اسرائيل، يعني يقطعوا عليهم الميه ويقطعوا عليهم الكهرباء، وده طبعا جريمه ضد الانسانيه. فيعني انا برضه مش عايز احولها لقضيه دينيه، المفروض تبقى قضيه انسانيه. وعلى فكره يا ربي يا بنت، المدرب المشهور ده بتاع اسبانيا اسمه ايه؟ جاردينيو ده حاجه زي كده، جوارديولا ولا ايه؟ اصلا مش كروي قوي جوارديولا ده. انا فبنته قرأه كانت بس مش عارف هو جوارديولا. لا اتفضل. هو جوارديولا بنته كانت مطلعه بوستات دعم لاسرائيل من فتره، من اسبوعين ثلاثه كده اربعه، وبعد كده لما اكتشفت الوقائع وبداوا الناس العرب والمسلمين يبعتوا لها الحقائق على الارض، راحت ايه منزله بوستين يمكن برضه نبعتهم لك، دعم كبير جدا لفلسطين. يعني في مجتمع انساني دولي احنا عايزين نكسبه. ولذلك برضو الدعايه الكاذبه بتاعت اللي قالها للاسف بايدن تورط فيها، دوله عندها السي اي اي، انا مش عارف ازاي يطلع الرئيس الامريكي يتكلم عن ذبح الاطفال وان هو شاف الصور، ويطلع لا في صور ولا في اي حاجه ولا في اي حقائق، وطلعوا اعتذروا بعد كده الامريكان يقول لك لا ما حصلش، هو فاهم غلط وفاهم غلط كلام الايه؟ كلام معلش الرئيس. ايوه اتفضل. قبل معلش قبل بس ما انت عديت عليها عرضا، وانا كنت قايل لحضرتك ان انا عايز اسال في المساله دي. تدين القضيه سواء من اي طرف بقى، بس تدين القضيه وتحديدا من المسلمين بالامانه يعني الاقصى، يعني هم حتى النهارده هم طالعين يتظاهروا، هم بيتكلموا عن المسجد الاقصى. انا معلش هي مشكلتهم فين، مسجد اقصى ولا مشكلتهم الارض ولا مش يعني تدين القضيه، هل لا ده انا صالحهم انا اصلا؟ طبعا ضد التدين، التدين مش مصلحه القضيه. ليه؟ لان برضو خلي بالك معايا، العرب المسلمين لما جم زي ما جه الاسكندر الاكبر، زي ما جه الفرس، زي ما جه ايا كان يعني، جم بنوا مسجد ماشي يعني، حتى بعد عمر الخطاب بفتره يعني، وبنت قبه الصخره في عهد الامويين، ويقال ان قبه الصخره دي اتبنت لما كان عبد الله ابن عباس، لا عبد الله ابن ايه؟ عبد الله بن الزبير بن العوام كان مسيطر على مكه وعامل هناك ايه؟ دوله. فكانوا الدوله الامويه خايفه الناس تروح هناك ينضموا لعبد الله بن الزبير. فراح بني لهم قبة الأقصى ودهانها بالدهان الذهبي ده، وراحوا مخترعين الحكاية بتاعت إيه؟ لا يشد الرحال إلا ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. طبعا ده خزعبلات، لأن أصلا المسجد الأقصى ما كانش موجود أيام الرسول، الموضوع منتهي تمام، ما كانش في مسجد في هذا المكان. ف صارت الفكرة دي عشان الناس ما تروحش للكعبة وتروح لإيه؟ لقبة الصخرة. وقبة الصخرة غير المسجد الأقصى، دي حتة كده يعني الصخره اللي بيدعى ان هو ايه الرسول عرج عليها من سنة من هذا المكان، فاتبنت عليها القبه الذهبيه بناها الامويين. يبقى اذا كان الاول في يعني لما جه عمر بن الخطاب كان في مسيحيين،
وهو حتى مش عارف جاي خد المفاتيح وسلمها لهم ورفض يصلي في الكنيسه وكلام من ده عشان الناس ما تتخذش هز مسجد زي ما تقول، وعمل عهده العمريه اللي هي عهده انا من وجهه نظري الشخصيه عهده يعني عنصريه، وكلمت في حلقه عن هذا الموضوع. المهم ايا كان في هذا الموضوع، يبقى إيه لما جه كان في مسيحيين موجودين ومستقرين اللي هم برضو ربما كانوا فلسطينيين كنعانيين وثنيين يعني انتموا المسيحيه لاحقا لما الدوله الرومانيه بقت مسيحيه فتنصروا، اللي هم جزء منهم بعد كده اسلم، اعتبروها بس بحد السيف مش بحد السيف، ده موضوع جديد. فجعل الموضوع قضيه دينيه، لان انت دلوقتي بتتكلم عن فيها مسيحيين كتير وفيها زي ما قلنا مكان للتقديس او للحج المسيحي في هذا المكان، فليه ما تخليها قضيه دينيه؟ ما قضيه دينيه مش هي مش للمسلمين بس، هي مسلمين. وبعدين برضو احنا مش ضد اليهوديه كديانه، احنا ضد الصهيونيه، يعني احنا مش ضد حد يقول القران يقعد في ارض معلش فرض اسرائيل. ايوه هو فعلا يعني انت لو جيت تبص على القران نفسه هو بيدي الارض، انا يعني من زمان دي كانت المساله دي اقول لهم لو انتوا بتتكلموا على الدين، هو الدين بيعطي الارض لبني اسرائيل كلها بالمناسبه، فهو مش من حقه اي حاجه على فكره. يعني ممكن بقى نشوف الاحاديث وتاويلها ونص القران وتاويله، هتلاقي فيها يعني ايه تخريجات، بس مش هو ده موضوعنا برضه. احنا مش عايزين ندين القضيه ونجعلها قضيه انسانيه، زي ما جنوب افريقيا اتحررت، زي ما الجزائر والمغرب العربي اتحررت من الاحتلال الفرنسي، زي ما مصر اتحررت من الاحتلال البريطاني، زي ما الهند اتحررت من الاحتلال البريطاني، زي ما ليبيا اتحررت من الاحتلال الايطالي. لازم فلسطين تتحرر، عايزين تبقى دوله علمانيه اهلا وسهلا، ويبقى في حق العوده موجود. ما اصل لو اتعملت دوله علمانيه هيجي بقى الفلسطينيين الخارج اللي هم ال 8 مليون على على ال 7 مليون اللي جوه، وهيبقى اليهود موجودين اللي هم 7 مليون يهودي تقريبا. هي حتى دولة اسرائيل في عرب 48 موجودين فيهم، يقال ان هم 2 مليون عرب 48 و7 مليون اللي هم من يهود. وبعدين غير عندك بقى الضفه الغربيه وغزه اللي هي الدوله الفلسطينيه، فهتبقى دوله فيها 20 30 مليون يتعايشوا ويعملوا حضاره زي ما هم عايزين ويتاخر. فتدين القضيه وجعلها قضيه اسلاميه ظلم للقضيه، لان احنا لما بنقول ما اصل انت لو قلت ان احنا جينا هنا كمسلمين، طب ما هقول لك لا، طب اليهود كانوا فعلا موجودين قبليكم. اذا كنا احنا موجودين من 1400 سنه مع عمر بن الخطاب ومع عمرو بن العاص، لا طب ما هم اليهود 1000 قبل الميلاد كانوا موجودين في هذا المكان. انما لما نقول اصلا كان في كنعانيون وثنيين ب 3200 سنه قبل كده، اللي هم اللي موجودين في فلسطين دول احفادهم، وجزء منهم احفاد العرب وجزء منهم احفاد المسيحيين اللي جم او يعني الحضارات اللي جت لاحقه، هنا في النهايه في مواطنين بلد كانوا موجودين قبل اليهود. انما لو قلت الاسلام احنا كنا موجودين من 1400 سنه، هيجي يقول لك اليهود احنا كنا موجودين من 2000 سنه او من 3000 سنه. ما هو 1400 قبل الميلاد اللي هو بتاع 1500 سيدنا موسى، و2000 احنا دلوقتي. فلو انت قلت انا موجود من 1500 سنه، هو هيقول لك لا ده احنا موجودين من 3500 سنه في هذا المكان، احنا اللي موجودين الاول. هو كده كده خلاص انت ما عادش ينفع للتاريخ. من دين القضيه. انما لما بنقول ان كان في اهل هذه البلد اللي هم الكنعانيين اللي هو من 3500 سنه، فالموضوع منتهي بقى، احنا نعيش مع بعض في هذا المكان، مش عايز اسمها دوله دينيه وحق الهي. لان زي ما قلنا كل الروايات دي بعلم الاثار اتدمرت بعلم الاثار. فيا اما نعمل دوله علمانيه وده الخيار المفضل لدي، نعيش فيها كل المواطنين سواء، ويا اما نعملها دولتين طبقا لقرارات الامم المتحده، يبقى دوله، وان كان ده هيبقى برضه وضع شائك ومرتبك، وهيظل هذه المنطقه محل نزاع دائم، لان هو مش هيدوم جيش، مش هيدوم معرفش كذا، هتبدا تحصل دايما ايه نزاعات وخلافات. وبعدين انت بقره في وسط عالم كله عربي واسلامي. وبعدين احنا حرب التحرير بتاعتنا حرب 73 ما كانتش، وان كان هم دينوها الشيخ الشعراوي وغيره، ولكن لا، المسيحي المصري كان موجود في الجيش المصري طول عمر، المسيحي المصري موجود في الجيش المصري، وكانوا موجودين وجنرالات مسيحيين موجودين في الجيش المصري. فما نقدرش نقول انها كانت حرب دينيه اسلاميه، بعيد عن كلام الشعراوي بقى وشعراء الله اكبر وحاولوا يدينوها، بس لا، هي حرب وطنيه. مصر بتحرر جزء من وطنها احتل كدوله قطريه وطنيه. فنخليها يعني قضيه وطنيه وقضيه انسانيه، ان دي دوله محتله ولازم تتحرر. وزي ما قلنا لما نلاقي بنت جورديولا ده او غيره من المجتمع الغربي، وانا فاكر كانت مره امريكيه جت وقفت قدام الجرافات الاسرائيليه، وفي حرب اعلاميه دائره، لازم احنا نشارك في هذه الحرب الاعلاميه ونبين جرائم الاحتلال في غزه، وفي نفس الوقت ندين اي تصرف غير اخلاقي للفلسطينيين ضد مدنيين او حتى ضد الجثث. انا فاكر كان في صوره برضو واحد بيدوس على جثه جندي اسرائيلي، في جرائم، في جرائم، في جرائم حرب حصلت طلع المرزوقي وارهاب شديد.
احنا ما نقدرش يعني اي حدث، انما المبالغات و40 طفل اتذبحوا واغتصاب النساء، كل هذا الكلام الامريكان نفسهم بيقولوا ان هو ايه، ادعاءات كاذبه ولا يوجد اي دليل عليها. انما اي حاجه عليها دليل واضح وصريح وصور لابد ان احنا ايه ندين هذا الفعل، اي فعل ضد المدنيين مش ضد العسكريين طبعا، ده متاح، ده احنا بنتكلم عن مقاومه واحتلال، يبقى في حق للدفاع عن النفس وحق لمحاوله تحرير الارض. انما مدني او تمثيل بالجثث او جثه خلاص اعتديت عليها او دوست عليها، لا ده عمل غير انساني لابد ان احنا ندين، سواء مرسوا فلسطينيين. وعشان كده نقدر ندين اي اعمال غير انسانيه وجرائم حرب اللي بيعملها دلوقتي اليهود في او الدوله الاسرائيليه. انا برضه مش عايز استخدم كلمه اليهود، لان هو اذا كان في 7 مليون يهودي جوه اسرائيل، في 8 مليون يهودي بره، وبعضهم ضد اصلا التواجد في فلسطين او ضد الاحتلال نفسه، مش كلهم. فلابد ان احنا نفرق بين اليهوديه كديانه، المفروض نحترم كل الاديان، حق كل واحد ان هو يمارس طقوسه بكل حريه، ومبينه صهيونيه ودوله احتلال، لان في صهاينه غير اليهود، يعني في صهاينه غير يهود وفي يهود مش صهاينه. فاحنا من دين الصهيونيه، من دين العنصريه، من دين الاحتلال طبقا لقرارات الامم المتحده. فتدين القضيه ليست لصالح القضيه، على قضيه انسانيه، قضيه تاريخيه، نرجع للتاريخ، طب يعني قضيه دينيه باليهود قبل المسلمين في هذا المكان. انما القضيه علم الاثار، احنا بنتكلم ان كان في مواطنين موجودين في هذا المكان من 3 4000 سنه، من قبل اصلا ما يجي سيدنا موسى، او تيجي تعمل دويله صغيره يعملها اليهود في هذا الايه، في هذا المكان. تمام. واحنا كمان يعني في العموم هو الاقرب للدقه والاصح ان احنا اولاد النهارده، وده الواقع اللي احنا فيه. فالواقع اللي احنا فيه بيقول هو الافضل طبعا يا جماعه، لا يمكن ان الامور تتحل بدون حل القضيه دي، ده وجهه نظري انا، وانا قلت دوت اكتر من مره وهقوله، وعلى فكره انا هستمر في المساله دي. الحل هو الحل النهائي والجذري، اما اننا نقعد نمسك في العرض كل عرض يحصل وسايبين المرض يسبب اعراض واعراض واعراض، الاعراض هتفضل مستمره يا جماعه ومش هتنتهي، ولو مسكته في كل نقطه وقعدت بقى الدوله عمل اتفضل. النقطه المهمه ان ده بيصب في صالح الارهاب، في ظل هذه الاجواء من السهل ان الاسلام السياسي يعود ويجيش الجيوش لحرب دينيه مقدسه، وتتعامل بقى داعش تنتعش والقاعده تنتعش، ويبداوا يضربوا المصالح الامريكيه تاني في كل مكان، عندهم 300 قاعده في العالم وعندهم سفارات في كل انحاء العالم. فده جو يعني مناسب جدا لانتعاش الارهاب اللي احنا بنرفضه، اللي احنا بنرفضه، لان هيجي بقى ايه. انما ده توقيت مناسب جدا ان هيلموا فلوس، دعم الفلوس. دايما كانوا بيتاجروا القضيه الفلسطينيه لم فلوس الجماعات الدينيه من اول الاخوان المسلمين، حسن البنا اللي كان بيلم جنيه لصالح فلسطين في 48 وخدها صرفها على الشعب طبقا للتاريخ الاخواني نفسه، وهو اعترف لغايه ما انا كنت عايش في ايام الجامعه كانوا بيلموا برضه فلوس لفلسطين، وما تعرفش الفلوس بتروح فين. وكمان ده هيبقى تجنيد، يعني فرصه كبيره جدا لداعش ترجع من جديد والقاعده ترجع من جديد، ويتهموا امريكا انها منحازه والغرب اللي هو منحاز. جو يعني جو مناسب جدا لتجنيد ارهابيين جدد والاستهداف المصالح الامريكيه. فاحنا بننصح امريكا، لا احنا عايزين ارهاب، احنا ك يعني ناس نريد دوله مدنيه ومع العلمانيه وضد التطرف الديني ايا كان نوعه، يهودي بقى او اسلامي. ولكن بنتكلم نوجه رساله للغرب ان هذا جو ينتعش فيه الارهاب، ينتعش فيه التجنيد، والتجنيد ده بعد كده سيضر بامريكا وسيضر بالغرب، انه من السهوله استهداف قواعد امريكيه او سفارات او ما شابه ذلك في انحاء العالم، وهذا ليس في مصلحه الاسلام كديانه، ان هو يطلع ارهابيين يقتلوا مدنيين باسم الاسلام، يقتلوا صحفيين او غيره، وليس في صالح الغرب، لان هو في النهايه انت بتصنع توتر وتعيد من انتاج مره اخرى اصوليه دينيه متطرفه. تمام، انا متفق معاك. طيب حضرتك دلوقتي قلت يعني بشكل عام رايك في المساله كلها، ومن ناحيه من جزء تاريخي وجزء سياسي وكده، وبرضه عرجت على اللي حصل دلوقتي. طب انا هنكمل في نفس الطريق دوت. يعني دلوقتي ايه حكايه بقى مصر دلوقتي؟ هم يعني في كتير من الامريكان او غيره بيتكلموا يعني ان مصر لازم تفتح الحدود لأهالي غزة، وإلا كده هتكون بتشارك في جرائم إبادة جماعية. لأن هو الوقت أنا وجهة نظري إنه في جريمتين، في يعني في جريمتين من الطرفين، جريمة حرب بتحصل من الطرفين، وفي جريمة تالتة من الطرف الإسرائيلي وهي الإبادة الجماعية. دي برضو قيد التنفيذ دلوقتي على فكرة طبقا للقانون الدولي، وأنا هجيب
كل القانون الدولي بيقول ايه في الاشياء ديت. فهو بيقول لك دلوقتي لا، هو دلوقتي مصر هتبقى مرتكبه للقضيه للاباده الجماعيه، لانها رفضت انها تستقبل او قفلت حدودها في وجه الفلسطينيين يعني، وانه حطته قدام النار. وهم من وجهه نظرهم يعني ان طبعا اسرائيل ما لهاش علاقه بالموضوع لانها بتدافع عن نفسها، فهتبقى مصر يعني كده متهمه في قضيه اباده جماعيه. ايه الموضوع ده؟ طبعا انا فاهمه ان في ضغوط كبيره جدا على مصر، والموضوع ده محطوط له خطط من زمان يعني، اعلنها الاسرائيليين واعلنها قبل كده الامريكان، ان هم عايزين يحلوا مشكله فلسطين على حساب مصر، وان هم طبعا الفلسطينيين اللي موجودين في غزه 2.3 مليون نسمه. فكره توطينهم في سيناء وحل المشكله ده تصفيه للقضيه الفلسطينيه، ومرفوض رفضا باتا، وده جزء من الاراضي المصريه المفروض يكون في رد حاسم ان هو ممنوع. النقطه الثانيه، نعمل ممر امن لمين؟ اول حاجه في ناس مجنسين جوه غزه، في امريكان موجودين او فلسطينيين معاهم جنسيات مختلفه اوروبيه وامريكيه وغيرها، دول ماشي يمروا من مصر اذا كانوا عايزين يسافروا، ما فيش ممر الفلسطينيين محاصرين. وايضا المرضى ممكن ندخلهم يتعالجوا ويعودوا مره اخرى لغزه، او اللي هو ليه طريق خارج مصر يخرج بره مصر. انما نوطن 2 مليون و3 من عشره جوه هذه المنطقه في سيناء، وهذه المنطقه تبقى فارغه وتحتلها اسرائيل، هذا مرفوض تماما وليس حل للقضيه. والمفروض ان مصر طرف، ومصر رفضت رفضا حاسما هذا الموضوع، لان هو تصفيه، هو اعلن رئيس قال لك ده تصفيه للقضيه الفلسطينيه، وهذا فعلا تصفيه للقضيه الفلسطينيه. وخلي بالك برضو اهل غزه رافضين، بعيدا بقى طبعا تحت الضغوط والتهجير، ما انت لما هجر لي مليون واحد دلوقتي، المنشورات اترمت امبارح على النهارده شمال غزه وقالوا لهم هنضرب الشمال، فمعنى كده ان هم يهاجروا للجنوب اللي هو الحته اللي ايه قصاد ايه قصاد رفح المصريه، قصاد رفح الايه المصريه، وهي اصلا هم 3 مليون لما تطرد مليون من فوق هيعيشوا فين مع المليون اللي تحت؟ في ظل تكدس مهدمه وحاله دمار شبه كبيره جدا داخل غزه. ففكره الضغط على المدنيين للخروج الى مصر والتوطين هناك، ده اعتقد ان هو مرفوض رفضا باتا، وتصفيه القضيه الفلسطينيه، واهل غزه اعتقد نفسهم رافضين، حتى لو جزء اضطر تحت القصف اضطر يروح لمصر، انما الباقي هيفضل في ايه؟ في غزه، والمفروض ان مصر ترفض هذا الايه؟ هذا الكلام. ولكن طبعا انا ما اقدرش احسم ايه اللي الامور تتطور يوما بعد يوم، ولكن بشكل اخر هو مرفوض، ولكن ربما احيانا تحت الضغوط الكبيره يتم عمل خدعه، ولكن ستظل هذه القضيه بلا حل، لان المقاومين سيظلون في غزه، ستحدث حروب دائمه مشتعله، وستصبح دوله احتلال زي ما قلنا محفزه. دلوقتي في نداءات ان احنا نخش، يعني المسلمين بيعملوا نداءات دينيه في كل انحاء العالم انه يعملوها بؤره زي افغانستان. انا بحذر الغرب من هذا الموضوع. في ناس في الغرب بتتكلم عن الموضوع ده. طيب يعني في ناس في الغرب بيتكلموا اوعى نوصل للمرحله ان احنا تبقى مدينه، يعني القضيه تبقى مدينه بهذا الشكل وتبقى واضحه للجميع ان هذه قضيه دينيه وكده. يعني تدين القضيه ليس في صالح الغرب وليس في صالح الدول المدنيه الحديثه اللي احنا بننشدها، اللي بتنشد السلام، لان تدين القضيه ستصبح بؤره زي افغانستان وسيستدعى المجاهدين من كل انحاء العالم. ماشي، هيطلع لك الاسر نفترض من غزه، الاطفال والبتاع، هيفضل بقى المجاهدين تحت بين قوسين على المجاهدين او المقاومين، وهيجي لهم بقى من كل انحاء العالم. ده واحد من العلماء بتوع تركيا قال لك يفتحوا لي السكه بس نروح دلوقتي على غزه. طب وبعدين؟ بمناسبه اللي حضرتك بتقوله، رغم ان هم دلوقتي بعتوا لهم منشورات في فكره ان هم لازم يغادروا شمال غزه الى جنوبها، هم طبعا متمسكين زي ما حضرتك قلت يعني الاغلبيه، بس طبعا يعني في ناس بتنكر عليهم فكره ان هم في ناس كتير عايزه تمشي، في ناس عايزه تمشي، لانه برضو انا ما اقدرش اقعد قدام، او انت ما تقدرش تحكم عليه تقول له اقعد للموت او ما تقعدش، هو انت ما تقدرش تحكم، هو صاحب قراره دلوقتي. فعلى الاغلب كل اللي ظاهر في الصوره سامح بيه ان السيدات والاطفال هم اللي بيتحركوا، مفيش رجاله في الصوره، اغلبها نساء، قليلا طبعا من الرجال، لكن اغلب الرجاله مش ظاهره في الصوره، في الصور اللي بتظهر حتى الان. انا شفت في راجل في الصوره بس شاب طفل صغير، يعني ربما ياخد الرجل ده حاجه كده يعني يوصله مع قصته ويرجع تاني. ما هو مش يعني حتى صح، لو هم مشوا الاسر هيفضل الشباب، او مشوا العجائز والنساء والاطفال، هيفضل الشباب يقاوم في هذه المنطقه. وزي ما قلنا الخطر انها تبقى منطقه لاستقطاب وبؤره لاستقطاب راديكاليين من كل انحاء العالم تحت دعوه حرب دينيه. تمام. انا شايف انه لازم المساله دي يحصل فيها. طب انا هسالك سؤال معلش كمان، يعني احنا معانا شويه، معانا
تلت ساعة كمان ولا 10 دقايق كمان، احنا ماشي لسه ما خلاص. كملناش الساعة. أمريكا الواضح في الصورة الواضحة بصراحة هو تحفظ شديد، يعني ضغط شديد في اتجاه انه تعمل، وطبعا غطاء سياسي وكل شيء، ودعم اظهر يعني ظاهر جدا عن اي مره دعمت اسرائيل فيها. وانا اظن ان ده يعني هيحطها في مشكله، انا من وجهه نظري انه يحط، لان لو حصلت جريمه كبيره وحصل موت كبير هيحط امريكا في مشكله ضخمه جدا قدام العالم وقدام كل مبادئها اللي هي كانت بتعرضها قدام الناس. بعيدا عن فكره، انا كمان يعني عندي مشكله، انا خسرت كتير من الاصدقاء بسبب الازدواجيه في المعايير. ما عنديش مشكله ان السياسه، انا طبعا انا مش طفل يعني، انا عارف ان السياسه فيها ازدواجيه، لكن احنا كبشر ما كانش ينفع يبقى كده، او احنا داعين لهذا، ما ينفعش يبقى عندنا الازدواجيه دي ونبقى مشابهين للسياسيين. لكن ما علينا، اقصد اقول هل الدعم الظاهر في العلن ده هو نفسه اللي في الباطن في الغرف المغلقه بين امريكا واسرائيل، ولا في ضغط بسيط على اسرائيل انه ايه، خفي ايدك او خلصي بسرعه او ما تعمليش مشكله كبيره، مش عايزين نتورط في حاجه كده، ومجرد البوارج دي للضغط على ايران وحزب الله ان محدش يتدخل يا جماعه كله يقف مكانه، ولا ايه؟ هو اول حاجه الموضوع من الناحيه السياسيه شديد التعقيد وشديد الحساسيه. اول حاجه ايران بتدعم، بتدعم بالسلاح، بتدعم بالتدريب، بتدعم بالتكنولوجيا ايا كان. وبعدين اسرائيل لما دخلت بري، اول حاجه الطيران اللي يحسم معركه، ده التاريخ الحديث اثبت لنا ذلك. يعني امريكا قعدت تضرب سعد الاحتلال الكويتي للعراق، قعدت تضرب العراق بالطيران 700,000 طلقه، وبعد كده ما قدروش يزيحوا صدام الا ما دخلوا بري في 2003، وهو موضوع الكويت ده من 91 91 لغايه 2003، حصار اقتصادي وما اعرفش ايه، وضرب ما حلش القضيه. لما راحوا العراق طلعوا من العراق برضه مهزومين. لما راحوا افغانستان شفنا المشهد المخزي، والناس بتعلق في الطيران وهم بيهربوا من ايه، من افغانستان، بعد ما خسروا اعداد كبيره من البشر. دلوقتي الحوثيين داخلين على الخط، قال لك احنا ممكن ندخل في المعركه، وهم على حدود المندب، باب المندب، وبيمثلوا نقطه خطيره جدا الحوثيين. وكمان لبنان بتهدد، حزب الله بيهدد ان هو يدخل المعركه، سوريا بتهدد انها تخش المعركه، مصر ممكن تبقى طرف في اي وقت من الاوقات لو تم حل المشكله على حساب مصر، فمصر ممكن تكون طرف في وقت من الاوقات. فالموضوع شديد التعقيد. النقطه الثانيه، هم كانوا مشغولين بحرب اوكرانيا، واستغل بوتين طبعا اول حاجه طلع تصريحات ضدهم، وان هو ازاي انكم دوله محتله، ما هو انتوا دلوقتي بتقولوا على روسيا محتله بتحتل في اوكرانيا، طب ما انتوا دلوقتي دوله محتله. يعني اول حاجه هسيبك ان هو يعني عامل حلف مع بشار الاسد ووجود قواعد عسكريه في سوريا، انما طلع بيانات متضامن مع فلسطين، نوع من انواع النكايه السياسيه ايا كان. وكمان استغل الموقف وبدا يتعمق في بعض المدن في اوكرانيا، ويقال انه بدا يستخدم الفوسفور الابيض اللي هو بتستخدمه اسرائيل، اللي هو المفروض محرم دوليا لانه بيتفاعل مع الهواء وما شابه ذلك. فاذا كنت انتوا هتقولوا انا بستخدم فوسفور ابيض مجرم، طب ما هو اسرائيل بتستخدمه. النقطه الثانيه، زيلينسكي هيعيط يا عيني، بعيدا ان هو يهودي وبيحاول يدعم يعني اسرائيل، انما قضيته بدات تتلاشى، يعني ما بقتش موجود على الساحه، وموقفه العسكري برضه بدا يزداد صعوبه، وبدات الدول تتخلى عنه عن دعمه، ما انت هتدعم هنا ولا هتدعم هنا. النقطه الثانيه، انا مش قادر افهم ان هم يروحوا ببارجتين طائرات امريكا عشان غزه، يعني طبعا هم رايحين مش عشان غزه فعلا، عشان ممكن ايران وكلمته يحيدوا مناطق، ولكن زي ما قلنا ان هو اسرائيل جربت الدخول. دلوقتي القاده العسكريين الاسرائيليين خايفين يخشوا بري، يحصل لهم هزيمه منكره زي 2008 او اشد، لان فلسطين في هذه الفتره اكتسبوا خبره غير تقليديه في موضوع الانفاق، لدرجه ان هم كانوا عاملين وزير للانفاق، طبعا كان عشان البيزنس، يعني ان هم الانفاق اللي جاي من مصر بالاغذيه والمواد البتروليه وغيرها كانوا بياخدوا عليها ضرائب وجمارك، فاصبح في وزير الانفاق كان بيدخل بقوله 2 مليار دولار باين لحكومه غزه في هذا التوقيت. فبناء على هذه الخبره بقى عندهم ماكينات حديثه تستطيع حفر الانفاق بسرعه شديده جدا. وكان على فكره الممر يتردم النهارده يتحفر بكره، ويقال ان في انفاق موجوده تحت وراح اسرائيل من تحت المعابر. فدخول غزه فيه خطوره، لانهم مش عارفين حجم الانفاق قد ايه وحجم الخطط العسكريه، لان مش معقوله غزه عملت هذا الحركه ومش عامله استعدادات للاقتحام البري، لان هو مش حاجه مفاجاه الاقتحام البري، فهو وارد. فهل حاطين خطط مقابله وممكن يواجهوا اسرائيل بخسائر فادحه؟ ربما. فكل دي حسابات شديده التعقيد. وكمان زي ما قلنا الامور الجيوسياسيه بتاثر في الاقتصاد، والاقتصاد الامريكي اصلا في موقف صعب جدا، وعمال يرفع الفايده عشان يحافظ على استقرار الدولار. في ظل التغير الجيوسياسي ممكن الدولار يضعف من جديد، والامور
الاقتصاديه في العالم يحدث فيها البترول يغلى، فالطاقه تغلى، فمش ناقصه. لان حتى موضوع الحرب ده مبدئيا كده الغزو الاسرائيلي توقف، هو يعتبرش مش كميه كبيره بس هتاثر على الطاقه، واحنا داخلين على فصل الشتاء، في حسابات اقتصاديه وعسكريه داخله في الموضوع شديد التعقيد. الكل خاسر، يعني فكره ان هم يخرجوا سالمين امنين وان هم نهوا المقاومه، اعتقد ان هو هذا حلم ما فيش اي باحث سياسي او عسكري هيتكلم هذا الموضوع. النقطه الثانيه، دايما عقيده المقاوم اقوى بكثير جدا من عقيده المحتل، ده شيء يعني في علوم السياسه ملهاش علاقه بالدين على فكره. يعني اي مقاوم حتى لو يعني وثني مش وثني، انت جاي تحتل ارضي وبتعمل عليها شروط، تتكلم عن ان دوافعه دائما بتكون اقوى. يعني انا واحد اتاخد الارض واتاخد فلوسي، يعني عقيده الانتقام الطبيعيه، يعني خليك واحد ملحد واحد وثني اتظلم ظلم شديد جدا، ممكن يعمل اي عمليه انتقاميه ضد اللي ظلم، فده معبى بطاقه انتقام طبيعيه ضد المحتل. التاني لا، انا عايش في عيشه رغده وباخد من الجيش مرتب كويس، وطبعا عشان يحموا الشيكل ده 30 مليار دولار عشان يحموا الشيكل. طب لغايه امتى؟ ده على اساس اول اسبوعين ثلاثه خدوهم الاحتياط، الاحتياط بتاعهم كبير اسرائيل، بس قائم على الدعم، برضه قائم على الدعم والمعونات العسكريه وغيرها من الدعم. فبرضه الاقتصاد الاسرائيلي لو استمرت الحرب دي فتره طويله الموضوع فيه خطر. هل لبنان هتخش على الخط؟ هل سوريا هتخش على الخط بقى على الجولان؟ هل مصر هتتورط؟ كل ده حسابات شديد تعقيد على الاقتصاد، سواء الاقتصاد الاسرائيلي او الاقتصاد الامريكي، على مستوى الخسائر البشريه. الخسائر البشريه اخر رقم معلن 1300 باين، غير مش عارف 4000 ايه بالنسبه لاسرائيل. يعني يقال ان 67 كانت اقل، يعني 67 مش عارف كانت 800 ولا 1000. اللي اكبر منهم شويه حرب 73 كان بيتكلموا عن 3200، يعني بنتكلم في اول اسبوع في الحرب. فلو الحرب امتدت وربما تكون الخسائر الاسرائيليه تفوق حرب 73، لان لما يكون في 4000 5000 اكيد فيهم اصابات كبيره، كل يوم العدد بيزيد بتاع الايه الضحايا في اسرائيل، يعني في الجانب الاسرائيلي. فكل دي حسابات شديده تعقيد. النقطه الثانيه، فعلا القبه الحديديه، يعني هم امبارح مش عارف او النهارده باين حتى مش عارف صاروخ فين كده طلعوا له صاروخ امريكي من اسرائيل، يعني متكلف مليون دولار الصاروخ، 1 مليون دولار عشان يردوا صاروخ معمول ب 500 دولار من صنع محلي. فكل دي خسائر، كل دي خسائر فادحه من ناحيه اقتصاديه. وبعدين وهم القبه الحديديه انتهى، ما انت بترمي 5000 صاروخ بترد 4500 بيقع 500 كل يوم، سفارات الانذار بتنضرب في تل ابيب. النقطه الثانيه، الشعب الاسرائيلي ده اللي جواز سفره قوي، ايه اللي يقعده في المدعكه دي؟ خليك انت في مواطن عادي عايز تعيش عيشه مرفهه، انا مالي بام المشكله دي؟ ما اروح اعيش في امريكا، ما اروح اعيش في اوروبا. بعضهم عنده رغبه لترك فلسطين، ترك اسرائيل وتل ابيب، لان انا ايه كل شويه قاعد في مكان تنضرب يعني سفاره، انزل تحت في الانفاق واقعد او في البخابي اقعد فيها يوم ومعيش حياتي الطبيعيه. طب اطلع بره، مش كل الناس يعني عندهم عقيده يعني انهم يعيشوا في هذه الاجواء. فبرضه ده كل ده عامل منفر للقدوم لاسرائيل، وعامل منفر الناس تترك اسرائيل وتسافر الى اماكن اخرى. انا شايف انه رغم ناس كتير هنبقى نتكلم في مساله انه ممكن يكونوا متفقين او غيره او الاشياء دي فيما بعد يعني على جانب اخر، لكن انا شايف انه الخطوه دي غيرت هي غيرت هو يعني نتنياهو بيقول انه هنتغير شكل المنطقه شكلها اتغير، القناعات اتغيرت، المجتمع الاسرائيلي هيراجع نفسه، هيبقى فيه على فكره اللي حضرتك قلته ده، في ناس اصلا بدات تتكلم في كده انها ما عادتش مؤمنه، اما على خلاف سياسي بينها ما بين نتنياهو، او على خلاف هل احنا فعلا الجيش بتاعنا قادر على حمايتنا، وحاجه في كلام كتير هيتقال بينهم ما بين نفسهم. الموضوع خلي بالك معايا في حته نقطه مهمه جدا، لما هم استدعوا الاحتياطي 300000 واحد، 300000 واحد دول كانوا فين؟ كانوا في مصانع وشركات ومعامل ومدارس وانت بتستدعى الاحتياطي بيسيب شغله، ضرر رهيب جدا للاقتصاد. هم كلهم 7 مليون اليهود يعني، ومعاهم 2 مليون عرب يعني 940. فلما تاخد انت 300000 واحد من القوى العامله اللي موجوده في الشركات ومصانع وبتاع وكلام من ده، ومؤسسات تعليميه ومؤسسات صحيه عشان الواجب الحربي، ما انت وقفت ام المصانع وام الحاجات دي كلها. فهذا ضرر اقتصادي كمان ما يقدرش يستمر طويلا. انت متخيل مثلا مصنع كان فيه مهندسين اكفاء راحوا الحرب، فنيين اكفاء راحوا الحرب، مستشفى فيها اطباء راحوا الحرب، او مدرسين راحوا الحرب، انت بتتكلم على حاجه بتتجمد. 300000 واحد في مجتمع كله 5 مليون ولا 7 مليون، ده رقم كبير جدا، رقم كبير جدا يشل الايه؟ الحياه المدنيه. فانت بتتكلم الاستدعاء ده
لو استمر طويلا الحاله الاقتصاديه مهدده داخل ايه؟ داخل اسرائيل. كل دي اضرار بيحسبوها. مش عارف انت معايا. تمام تمام بس علق تمام. ما انا معاك، بس يعني فكره الناحيه الاقتصاديه اسرائيل لا تعول عليها كثيرا. مساله الاقتصاد دي دوله بتحارب بقى لها 75 سنه واقوى دوله في الاقتصاد، مش عارف ازاي، بس يعني ده احنا ثلاث اربع حروب يعني جو دغنا الارض، احنا ما كناش حالنا كده، احنا كان حالنا احسن من كده، بس ثلاث اربع حروب ورا بعض لا يعني حطونا في الارض في الارض. فما بالك بدولة طول الوقت أسلحة وضرب وقتل وحرب وحرب وحرب، ومع ذلك اقتصاد عظيم جدا يعني. أنا ما بحسدهمش ولا حاجة، بس يعني هم اقتصادهم واضح إن هو فيه إيه؟ ليه حوارات كتير. هو مش مسألة الاقتصاد دي مش ما يعني لا تك... لا يعني ما بيعولوش عليها كتير، ده اللي أنا شايفه، لأن هم واضح إن هم عندهم طرق كتير والدنيا حلوة يعني، مش وحشة في الحتة دي، ما بتقفش. أي نعم طبعا هي الحالة في إسرائيل ممكن تقع لفترة، لكن اقصد اقول هيتم انقاذها سريعا يعني، مش هيعانوا، هو ده اللي انا اقصده، لكن هو هيعانوا بتجي دلوقتي. لهم معونات، بتجي لهم معونات، بس خلي بالك دلوقتي حتى المعونات احنا هندعم اوكرانيا وندعمها ماليا ولا هندعم اسرائيل ولغايه امتى؟ بقى في حدود يعني، بعض الدول بدات تتخلى عن دعم اوكرانيا من دون بولندا يعني، وبينهم مشاكل بينها وبين اوكرانيا دلوقتي. فلا فكره، وفكره الحروب الحاليه كلها حروب اقتصاديه يعني، حرب روسيا دي كانت حرب اقتصاديه من امريكا، فالاقتصاد جزء مهم. هم بيدعموهم بدون مال، بس هم لا، هم تقدموا في التكنولوجيا، بقى فعلا رقم فاعل في التكنولوجيا، رقم فاعل في الصناعات العسكريه، رقم فاعل في الزراعه في ظل يعني كفاءه علميه وبحث علمي وكلام من ده. ده اللي بيحصل في مصر، ده يعني سوء اداره على مدار عقود من الزمن يعني، مش حروب. احنا بقى لنا 50 سنه ما حاربناش، 73 دي بقى لها 50 سنه ما حاربناش. فلا، العجز الاقتصادي ده عندنا عجز في التعليم، عجز في الصحه، سوء اداره، فساد، كل هذا الكلام. انما عندهم نتنياهو بيتحاكم اهو، واولمرت اتسجن الرئيس. فبعيدا بقى ان احنا نتكلم ان هم دوله محتله وكلام من ده، لا، انما عندهم دوله من ناحيه الاداره، لا، دوله ديمقراطيه وبتحاسب، بتحاسب حتى رؤسائها. اولمرت كان رئيس اتسجن، ونتنياهو اتحاكم، ومش عارف مين اتحاكم، لا بيتحاكموا. نتنياهو اصلا دخل الحزب المره الاخيره دي بائتلاف عشان يهرب من المحاكمه، عشان يبقى معاه حصاد، فمتهم يعني. فانا قصدي لا، هي دوله من ناحيه الاداره الاقتصاديه والسياسيه والديمقراطيه الشكليه يعني، انتخابات واحزاب وتشكيل حكومات وكلام من ده، لا يعني دوله من هذا الجانب حديثه، وده اللي خلاها رقم في الزراعه، ورقم في التكنولوجيا، ورقم في الصناعه العسكريه، ورقم في الصناعه بشكل عام. انما لا، تفريغ المصانع وتفريغ التكنولوجيا، ما هو اللي راح ده كان مهندس تكنولوجيا او كان عامل في مصنع تكنولوجيا، لا طبعا هيأثر، ده هيأثر طبعا. لو استمر فتره طويله. هو عموما يعني بيقولوا ان اسرائيل ما بتقدرش تستمر، ما بتخ... يعني ما بتستعملش الحروب الطويله بسبب اللي حضرتك بتقوله، كمان ان هو الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب، بالظبط. فما ينفعش يستمر. طيب انا شايف ان حضرتك غطيت كل النقاط بشكل جيد جدا وقلت ما لدي يعني، بس في اي شيء حابب تضيفه في المساله دي ممكن نكون عديناه، كنت حابب تقوله لا، اللي عنده، انا تخطيناه. قلت بعض المعلومات التاريخيه، اللي عنده معلومات مخالفه يكتب في التعليقات ويقول نستفيد، لان احنا برضه زي ما قلنا بنقرا التاريخ، حد عنده قراءه تانيه للتاريخ مستنده الى ابحاث او ما شابه ذلك يقول. بس احنا بنتكلم بشكل عام عن الموضوع، انه طبعا قضيه انسانيه وليست قضيه دينيه، ونستحمل بعض شويه في تبين الاراء. احنا بنتكلم في قضايا سياسيه نسبيه يعني، وفي جزء نتحمل فيه بعض في الخلاف في الراي، وفي جزء لا يتحمل اختلاف في الراي. اصل الجرائم ضد الانسانيه دي مش خلاف وجهه نظر يعني، بالظبط، حقوق الانسان مش وجهه نظر، انها بقى السياسه وبتاع وكلام ده، ممكن ايه ناخد يبقى ويدي فيها مساحة ومجال. أنا كمان عاوز أقول حاجة بالنسبة يعني ممكن يكون في خلاف تاريخي أو غيره. يا جماعة أنا شايف إن القضية خلاص خرجت بره فكرة الخلاف التاريخي، أو حتى ما تبقى يعني لا تدين ولا تطرخ يعني، ما لا نخضع لده ولا لده، لأن الواقع الحالي يعني حتى لو التاريخ في صالح الفلسطينيين فده مش هيغير من الامر شيء، ولو التاريخ في صالح الاسرائيليين برضه مش هيغير في الامر شيء، لا دول ينفعوا يرموا دول ولا دول ينفعوا يرموا دول في البحر، ما فيش حد ينفع يرمي التاني في البحر. الحل على الواقع الحالي، الواقع الحالي بيقول ان هؤلاء الشعوب زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده لديهم ابناء ولدوا في هذه الارض. الحل الاكثر منطقيه ان دول يكون ليهم دوله ودول يكون ليهم دوله، او
دولة واحدة بدون فصل عنصري زي ما هم بيقولوها يعني، وتبقى فيها بنفس الطريقة الإسرائيلية الديمقراطية، وتستمر الدولة بقى يسموها أي اسم جديد، يسموها إسرائيل زي ما هي، فلسطين مش هتفرق بقى يعني. هم المهم إن لازم تتحل القضية دي لأنها برضو عاملة مشكلة لكل جيرانها، ويعني مسببة لنا أرق الصراحة. تمام، أنا بشكرك جدا يا سامح بيه، وأحسنت في الأداء وتشكر لي جدا. شكرا، وسعيدة وفي لقاء دائم إن شاء الله، وشكرا لمتابعيك. متشكر، كتر خيرك، متشكر. طيب يا أصدقائي، دي كانت حلقة النهاردة، وأنا لم أتوقع حضوركم بهذا الشكل يعني. أنا بشكركم على الحضور، وبشكر كل الأصدقاء. بلاش يا رمسيس الطريقة ديت في الكلام المتحزب المتشدد. أنا يعني ما بحبش إن لما يكون واحد واخد اتجاه، أنت يعني راجل عاقل في أغلب تعليقاتك، فأنا ما بحبش منك إنك تكون متشدد في التعليق كده، بس ده مجرد كلمة محبة مني ليك يعني يا ملك، أنت ملك وأنا مقدرش نتكلم معاك. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم يا أصدقاء، وأنتظركم وتنتظرونا في حلقات قادمة. شكرا جزيلا، سلام. شكرا، مع السلامة.